محافظة سوهاج طبعا بتعتبر من أكبر المحافظات اللي استفادت من المشروع القومي لتبطين وإعادة تأهيل الترع والمجاري. خلينا نتابع بعض طورات المشروع والمساحات اللي تم إنجازها. صباح الخير طبعا معانا زميلنا محمد رفعت من محافظة سوهاج. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. أقفوا الآن ويظهر خلفي أحد النماذج الناجحة للمشروع القومي لإعادة تأهيل وتبطين الترع والمساقي والمجاري المائية هنا في محافظة سوهاج ضمن المبادرة العملاقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بإعادة تأهيل الترع والمساقي المائية. محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي كان لها نصيب كبير في هذا المشروع. نتحدث هنا عن 1300 كيلو متر هم إجمالي المساحة المخطط لإعادة تبطينها على مستوى الترع الموجودة هنا في محافظة سوهاج خلال المرحلة الأولى. للمزيد ينضم إلينا المهندس محمد طايع مدير عام ري سوهاج، يطلعنا عن المزيد حول هذا المشروع ونسب التنفيذ هنا في محافظة سوهاج. صباح الخير يا باش مهندس، ممكن نقف الآن في عند ترعة بني هلال تابعة لمركز المراغب في شمال محافظة سوهاج. لو تكلمنا في البداية عن أهمية تنفيذ هذا المشروع لأبناء محافظة سوهاج وفي محافظة سوهاج، خاصة أن نصف سكان المحافظة بيعتمدوا على الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير على السادة المشاهدين. إحنا زي ما إحنا عارفين أهداف المشروع القومي مشروع تأهيل الترع عندنا في محافظة سوهاج وعلى مستوى الجمهورية تحت رعاية فخامة الرئيس الجمهورية وبقيادة معالي وزير الموارد المائية والري وتوجهات كل الدولة لإعادة تأهيل الترع. وإعادة تأهيل الترع معناها إن احنا بنرجع قطاع الترع للأورنيك التصميمي أو القطاع الأصلي اللي كان أنشئ عليه من حوالي 100 سنة. احنا رجعنا كل الترع لحيويتها وشبابها. الهدف من المشروع أولا إعادة تأهيل الترع، خلق فرص عمل كثيفة للمواطنين أبناء محافظة سوهاج سواء بيعملوا في أعمال الخرسانات أو اللي بيشتغلوا في أعمال مباني الدبش، فتح محاور مرورية جديدة للمحافظة زي ما احنا شايفين يمكن وسعنا حوالي مترين للطريق ده كله بيساعد في الحركة المرورية. برضو عندنا بالنسبة لنا كوزارة ري بيرشد استهلاك واستخدام الماء في نتيجة الفواقد اللي بتنتج سواء من النقل والتوزيع، تسرب المياه لباطن الأرض، البخر، لأن قطاع الترعة كان مستبحر فبيعرض المسطح المائي لمساحة كبيرة بتتبخر. ده كده رشد معانا كمية المية المستخدمة في أعمال الزراعة والصناعة ومياه الشرب. اتكلمنا يا باشمهندس عن محافظة سوهاج بشكل خاص، نسب التنفيذ في هذا المشروع القومي. محافظة سوهاج بنقول هي ثالث أكبر محافظة من حيث المساحة المخصصة تغطيتها، وأيضا ربما هي الرابعة على مستوى الإنجاز. لو تكلمنا عن هذا الشيء. إحنا بالنسبة لنا في محافظة سوهاج المستهدف إن شاء الله لأعمال التأهيل للترع حوالي 1300 كيلو من 2300 كيلو، وإحنا شغالين على الترع اللي هي عرض قاع 6 متر فأقل وكذلك اللي هي فيها منوبات. بالنسبة لمحافظة سوهاج إحنا الـ 1300 الحمد لله طرحنا وأسددنا وجاري العمل في 520 كيلو، تم الانتهاء من 300 كيلو. الـ 300 كيلو دول في حوالي 76 ترعة وجاري العمل في 180 كيلو 230 كيلو زائد 300 اللي هم 530 كيلو حوالي 100 ترعة جاري العمل فيها. سيتم الانتهاء بإذن الله خلال 1/7 منهم ونبدأ المرحلة الثانية في الطرح والإسناد لمجموعة أخرى من ترع. احنا عندنا أربع مراكز يعتبر انتهى العمل فيهم إن شاء الله على 1/7 اللي هي ترع عندنا سجلتا وإخميم ومركز المراغة اللي احنا فيه النهاردة على ترعة بني هلال، وفي برضو عندنا هندسة جهينة برضو سيتم الانتهاء منها في 1/7 بإذن الله. يبقى عندنا أربع مراكز بثلاث هندسات ري سيتم انتهاء منها عمل التأهيل في 1/7. باشمهندس لو تكلمنا عن معظم هذه المشروعات بتكون موجودة في القرى، لو تكلمنا عن يعني كيف سوف يسهم هذا المشروع بالتوازي مع المشروعات الأخرى اللي بتتم في القرى في تقديم حياة كريمة للمواطنين في قرى محافظة سوهاج. والله بالنسبة للقرى اللي فيها حياة كريمة احنا طبعا دي كانت الأولوية وبدأنا فيها وكان بيكون فيها تنسيق تام لأن كل المرافق بتعملها عمادة التأهيل سواء صرف صحي سواء مية شرب، وبالتالي احنا معاهم برضو قدما وساق في نفس التوقيت عشان يبقى المردود على المواطن في نفس الوقت. وبرضو بالنسبة للقرى حياة كريمة يعني النهاردة الترعة لما بتبقى بالمنظر الجمالي ده بيؤدي إلى خلق بيئة
نظيفة، خالية من الحشائش، خالية من الملوثات، فده كله بيدي المواطن حياة كريمة اللي كلنا في الدولة بنسعى لتقديمها للمواطن في القرى اللي فيها حياة كريمة. المشروعات انتهت في عدد من القرى، عاوز تقول ايه بقى للمواطنين للحفاظ على يعني هذا المنظر الجميل اللي موجود داخل القرى بعد اعمال التبطين واعاده التأهيل؟ والله انا يعني بدعو واناشد جميع المواطنين الموجودين على الترع المحافظه عليها والبيئه النظيفه اللي احنا خلقناها لهم واعاده شباب الترع واعاده التأهيله ان هم يحافظوا عليها، ما يلقوش المخلفات الصلبه. برضو احنا بننسق مع رؤساء المدن لعمل منظومه لتجميع المخلفات الصلبه بتساهم في عدم القاء هذه المخلفات للحصول على نوعيه للمياه احسن وتكون نوعيه المياه افضل والمنظر الجمالي والبيئه الصحيه ونظيفه لجميع المواطنين. العفو يا فندم. العفو. أعزائي المشاهدين، هكذا كانت الصورة هنا في محافظة سوهاج ونسب التنفيذ في المشروع القومي لإعادة تأهيل وتبطين الترع في محافظة سوهاج، واحدة من هذه من المحافظات التي كان لها نصيب كبير في هذا المشروع. نعود بكم الآن من سوهاج إلى استوديوهاتنا. إليك الكلمة يا جمانة، إليك الكلمة يا شازلي. طبعا زميلي محمد رفعت بشكرك جزيل الشكر وشكر موصول لضيفك الكريم، كنت معنا من محافظة سوهاج.